لطالما كانت هذه البلدة الصغيرة في هونغ كونغ عاصية على شركات التطوير العقاري، غير أن الوضع تغير اليوم مع رحيل السكان في مقابل تعويض مادي بسيط في معظم الأحيان. ويقطن كوك منذ 20 عاما هنا، حيث افتتح صالونا للحلاقة تحت شقته مباشرة. هذا العقار ملكي وهو منزلي الوحيد، يجب منح تعويض معقول ووضع خطة إعادة إسكان. هذا ليس عدلا، خصوصا أن المشروع يدر أرباحا كبيرة. يقول كوك إنه تلقى عرضا بمنحه تعويضا بقيمة 23500 يورو، وهو مبلغ زهيد نظرا إلى أن أسعار العقارات في المدينة هي من الأغلى في العالم. وباتت نغات سانواي اليوم ضحية هذا الواقع الاقتصادي، فهدمها المرتقب سيعني القضاء على موقع تاريخي يعود إلى القرن الرابع عشر، ويشكل آخر قرية مسورة في المدينة الكبرى، والتي ستستبدل قريبا بمباني سكنية راقية تضم 750 شقة. إذا لم نترك هذه المساحات للطبقات الشعبية ولم نفكر سوى في بناء منازل للبيع، فالمشكلة لن تحل، إذ سنشهد ارتفاعا شاملا في الأسعار، ما سيجبر أبناء هذه الطبقات في نهاية المطاف على مغادرة هونغ كونغ. ومع ذلك سيتم الحفاظ على بعض المباني، ومنها معبد الطويين هذا الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، والذي سيبقى قائما إنما في ظلال برجين مؤلفين من 20 طبقة.